الحلقة تبدأ بتوم نايم وجيري يطلع من الحفرة عشان ياكل، لكن توم شافه وبدأ الشيء الأساسي في الكرتون. توم يطارد جيري، لكن بدل ما يصير شيء يضحك صار شيء غريب وغير متوقع. جيري يطلع فوق الدرج وتوم يلحقه ويسحب السجادة، لكن هذا الشيء أدى إلى أن البيانو تطيح على توم، ولما صار كذا توم مات وطلعت روحه. وطبعا يا شباب إذا ما خاب ظني اللحظة هذه أتوقع أني شفتها في حلقة ثانية اللي لقطت لما توم طاحت على البيانو، لكن ما أدري في أي حلقة نسيته. الزبدة بعد ما يصير كذا فجأة يظهر درج ذهبي يودي توم للجنة، وهناك يلقى قطاوة يدخلون قطار ذهبي، وهذا القطار يودي أرواحهم للجنة استغفر الله. وهناك حتى يتحاسبون القطاوة. أول قط مات بسبب عضة كلب وهذا واضح من ذيله، وثاني قط مات بسبب ضربة في الرأس بشيء حديدي، وثالث قط مات لأنه اندعس من شاحنة. لكن الشيء الجاي راح يصدمكم ويرعبكم. فجأة نشوف شنطة جالسة تتحرك ونكتشف أنها مبللة، وفي نفس الوقت طلعوا منها ثلاث قطاوة صغار، وهنا يبين لك أن المساكين هذول ماتوا بسبب الغرق. واحد كلب حبسهم في الشنطة ورماهم في البحر. طبعا أول مرة أشوف ذا الشيء ما فهمت نهائيا، لكن رجعت أشوفها مرة ثانية انصدمت من هذه المعلومة. الزبدة الكل دخل القطار ما عدا توم. توم حاول يعدي بدون ما يشوف الحارس، لكن طبعا الحارس كشفه وقال له أن طول حياتك كنت تطارد فار بريء. تأكد أنه بريء الحارس. الزبد الحارس يخبر توم ان القطار باقي له ساعة عشان يروح، فالحارس عطى لتوم فرصة انه يدخل، عطاه عقد المسامحة ولازم جيري يوقع العقد، لكن لو ما قدر تسوي هذا الشيء فاستغفر الله يعني بيدخل جهنم. وهناك سبايك يظهر بشكل شيطاني وينتظره، ولو تشوفون المكان كيف كئيب ويعني محمر ويعني شكله يخوف باختصار. وطبعا تعابير وجه توم توضح كيف شعوره الحين، والحارس حتى صدمه ان عنده بس ساعة واحدة عشان يوقع العقد. فتوم على طول يركض ويرجع لجسمه. لما رجع توم اتوقع انه كان يحلم، لكن شاف نفسه انه ماسك الورقة. طبعا هنا توم بدأ يتمصلح عشان جيري يوقع العقد، لكن جيري يترول عليه ويرش بالقلم الحبر. مرة بريء الحارس. الزبدة توم شاف جيري ما منه فايدة فحاول يزيف العقد، لكن طبعا انكشف. فهنا توم رجع يتمصلح مع جيري مرة ثانية، وجيري هالمرة يا ريال قطع ابو العقد. وهنا توم كان بيجيب العيد، حاول يضرب جيري وعلى طول سبايك الشيطاني ظهر من وراء مع تعابير وجه ما خلتني انام في الليل. الزبدة بعدها توم يرجع يلصق الورقة ويعطيها لجيري وقاعد يترجاه يوقعها. من بعدها نشوف ان الوقت خلص والقطار خلص بيروح. الزبدة بعد معاناة جيري اخيرا وقع على العقد، لكن الدرج الذهبي اختفى على توم وخلاص خلص الوقت. وهنا ايضا جت لقطة سببت لي كوابيس وانا صغير. فجأة الارض انفتحت من تحت توم والارضية جالس يطلع منها نار، لكن هنا الشيء اللي يخوف. بعد ما توم يطيح تحت نشوف شكل المكان بالكامل، وهو ليش يا انه مكان مرعب جدا. هذا غير ان الموسيقى نفسها تسبب لك رعب،